التي تنطلق من مسافة 5 كيلومترات، ونقترب من البداية لنشاهد الشاهينية على القائمة هلولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد تتقدم في المركز الأول في عملية التضمير والمتابعة. مشاهدينا الأعزاء، يأتي مختار بن أحمد هو من يديرها في عملية التضمير. المركز الثاني النقلة على سلهودة، من تحتل ثاني المراكز في هذه الأثناء الملكية لهجن العاصفة، بينما في عملية التضمير الواثق حمد بن راشد بن قدير. المركز الثالث، نصل إلى وجود الهباب من تحتل المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عمليه التضمير لدى سعيد بن سالم الجنيبي من يتولى عمليه التضمير. المركز الرابع، نقله الى الشكله، من تواجدت واحتلت المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عمليه التضمير لدى سعيد بن عبيد الحميري من يقدم هذه الشكله على المركز الرابع. بينما المركز الخامس الغزيل مشاهدين الاعزاء راعية الثيل، هذه الغزيل لهجن العاصفة، بينما في عملية تضميرها حمد بن راشد بن غدير يتواجد في هذا الموقع سادس المراكز. النقلة كذلك إلى حفلة من هجن العاصفة، عملية التضمير حمد بن راشد بن غدير من يتابعها، بينما سابع المراكز وصلت الآن روح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير لدى سعيد بن عبيد بن مروشد. المركز الثامن الانتقال الى مياسة لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي. عملية التضمير لدى بخيت بن سالم المسافري. والمركز التاسع، المركز التاسع هناك الشاهينية لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم سيف بن احمد بن خديدة في التضمير. والمركز العاشر تصل الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة لمراكزنا الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذا المساء. هكذا هو المسار، هكذا هي التحديات في هذه الانطلاقة وفي هذه المشاركات. نعود بالمراكز الأولى مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لكن العودة إلى الصدارة هناك على القمة من خلال هذه اللحظات. هجن العاصفة بدأت في التقدم، هجن العاصفة بدأت في الزحف على المراكز الأولى، لكن المسار لا زالت تحمل مشاهد الأعزاء الشاهينية لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد، هي الآن المتمسكة بقيادة هذا الشوط مع المختار. هناك مختار بن أحمد يأتي في الصدارة ويأتي في القمة الأولى حاملا لواء التحدي ولواء المنافسة في ميدان المرموم بتقديم هذه الأنواع، هذه الأسماء، هذه كذلك السلالات. بينما المركز الثاني بدأت الآن التحرك هناك، يأتي مشاهدي الأعزاء ونصل إلى وجود سلهود الهجن العاصفة تتواجد على المركز الثاني. حمد بن راشد بن غدير من يتابعها في عملية التضمير. المركز الثالث نقلة إلى تواجد الهباب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير والمتابعة سعيد بن سالم الينيبي. لكن المركز الرابع وصلت الغزيل الآن، بدأت تقترب الغزيل، هذه الغزيل مشاهدين الأعزاء وتقلص الفارق بينها وبين المراكز المتقدمة من هجن العاصفة. يضمن الغزيل حمد بن راشد بن غدير المركز الخامس. هناك الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما في عملية التضمير سعيد بن عبيد الحميري. وانضمام من حفلة 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 تساند المقدمة في هذه اللحظات لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير. هذه ست المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، ست المراكز الأولى المتقدمة المتحركة الآن على قيادة الشوط. الأسماء تتغير تتبدل، لكن الجماهير بلا شك تتابع بشغف كل دائما على المواقع الأمامية على المراكز المتقدمة. هو مسار الشوط، تحركات الشوط، البداية والتحرك، ودائما الشوق للمراكز الأولية ياخذني جداهم. لكن المسيطرة الآن لا زالت الشاهينية لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مشاهدين الأعزاء هي صاحبة الشوط حتى هذه اللحظة. لكن مختار بن أحمد هو الآن من يختار المسار، لكن حذاري يا مختار، قدوم سلهودة الآن قدوم قوي 1200 على خط النهاية. والعاصفة الآن بدأت تزحف على مقدمة هذا الشوط، بدأت تزحف على صدارة الشوط. هذه سلهودة من هجن العاصفة، كذلك حفلة
كذلك الغزيل ثلاثية الآن غيرت مسار الشوط، حولت مسار الشوط مشاهدينا الكرام إلى هجن العاصفة بهذا اللون وبهذا الشعار، ثلاثية على رأس الشوط، إنه مثلث الحب، مثلث الشوق، مثلث الناموس. هذه الأسماء عندما تشارك مع هذا الشعار بلا شك تأتي مشاهدينا الأعزاء بشوط جميل وشوط حساس وشوط رائع مع المحليات. إلى صايل المركز الرابع، المركز الرابع هناك تواجد من تقدم الآن هذه الشاهينية اللي اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي قادم في هذه المشاركة حولنا الكريم، لكن الأمور هناك مع الغزيل، الغزيل 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 غازلة الشوط، غازلة الناموس، غازلة المركز الأول، لكنها بالفعل تحظى بالمقدمة وتحظى بالانضمام إلى القائمة الأولى. الغزيل لهجن العاصفة تقدمت في مشاركة قوية في هذا المساء لهجن العاصفة مشاهدينا الأعزاء، ومن خلال تواجدها في قائمة الأشواط، من خلال تواجدها في القائمة المهمة دائما في سباقات الهجن. إذن الغزيل بدون منافس على الإطلاق، تركت الجميع وهي تغرد الآن في القمة في صدارة الشوط على رأس الهرم لمجريات الشوط الخاص بالمحليات الأصايل. إذن الغزيل هجن العاصفة والمركز الأول مشاهدينا الأعزاء تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس والانتصار في هذه الانطلاقة، تهانينا. بينما المركز الثاني هجن العاصفة كذلك تقدم حفلة وتقدم سلودة في ثاني وثالث المراكز، المركز الرابع شانية اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم، ثالث المركز الثالث، المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد، أو المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد اللي وصلت من خلال هذه اللحظات. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء كان مسار الشوط بانطلاقاته وتحديه، ولكن في لحظات الختام كانت الغزيل هي الأقوى في هذا الشوط بسبع دقائق 47 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، وتهانينا كذلك للواثق حمد بن راشد بن غدير، تلي الغزيل حفلة من هجن العاصفة، تليها كذلك سلهودة في هذه الانطلاقات. نشاهد التوقيت الزمني مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء بالتوقيت الخاص بثاني وثالث المراكز، وكانت هجن العاصفة هنا سبع دقائق 53 ثانية جزئين من الثانية لحفلة، أما صاحبة المركز الثالث كانت سلهودة لهجن العاصفة بسبع دقائق 53 ثانية أربع أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. كانت هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء حاضرة في شوطنا الثاني الذي أو الخامس الذي انتهى قبل قليل وهو الثاني بالنسبة للمحليات الأصايل. هنا انطلاقة أخرى وتواصل آخر في انطلاقات هذا اليوم من خلال هذه الصورة الحية والمباشرة على قناة دبي ريسنج هنا في هذا